الشباب والطلاب أخذوا يعني تدفسوا رياح الياسمين من تونس وانطلقوا مباشرة. أنا توكل عبد السلام كرمان، صحفية وناشطة حقوقية، رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود. هذا لقيت حياتك في حالك ممتاز. خلاص الآن الشباب الجوز يمنعوه. أنا كده بس يعني نص ساعة زيادة وأنا عندكم. أنا جزء من الثورة الشبابية الطلابية السلمية. هذه الثورة الشبابية الطلابية السلمية نحن دشنا فقط يعني أو أشعلنا شرارة هذه الثورة، ذلك في يوم 16 يناير 2011 مباشرة بعد ثورة تونس. أوقفناها قليلا بعد، أوقفنا تحركاتنا بعد ثورة مصر لأن الإعلام ما كانش مسلط الضوء علينا كثير. الآن استأنفناها. ها أسامة دورنا هي المرحلة الأولى في حرية، في انتزاع حرية وكرامة هذا البلد، وهي إسقاط هذا النظام، إسقاط هذا الحاكم. أنا كان نفسي تحضر معانا المظاهرة. أنا ما عنديش مشكلة. بس طبعا ممنوعين تماما؟ ليش؟ السي ان ان وغيرها من القنوات تستطيع تغطي، أنا في حملة حقيقية على الجزيرة، لأنه فعلا يغطي. صحيح أنهم يتم ملاحقتهم من قبل مراقبة النظام، لكن يعني يستطيعوا يفلتوا منهم. وفعلا يعني يتم مصادرة كثير من القنوات الفضائية خاصة الأجنبية، أما غير القنوات العربية المراسلين اليمنيين والعرب يتم ضربهم. The Yemeni regime maintains firm control over the media and Tawakkul is no stranger to their tactics. حول البيت مراقب، خمسين غالبا مراقبة. وبعدين في الان ما عاد يحتاجوا الى اجهزه تعقب، فقط بعد التليفون مراقب تماما. حاكم ونظام لا يريد ان يحل قضيه واحده. يعني الفقر زاد، المرض زاد، الجهل زاد، الأسوأ من هذا الحروب زادت، انتهاكات حقوق الإنسان. بلدنا أصلا قامت الجمهورية اليمنية قامت على أنها دولة ديمقراطية. هذه هي بنية اليمن، الجمهورية اليمنية التي تأسست في عام 1990، سنة بعد سنة وهو يتحولها إلى دولة ديكتاتورية، دولة الفرد وليس دولة المؤسسات. فهذه سياسة الحاكم. The offices of Tawakkul's organization have now become the protest movement's de facto headquarters. Before she heads out for an evening demonstration, she gathers activists together for a briefing. الصباح هل كنتم معهم؟ يعني صاروا رادموا الناس بالسجارة، طيب كان في عبث وفوضى غير طبيعية. احنا مش موجودين، فمش عارفين هندعي الناس ونبدا نتصور وبعدين خلاص اذا لا نروح ما كانش حي. تمام. كيف كان الوضع؟ انا رحت لنقدهم يطلقوا الرصاص. حصلت رقم واحد وشغل حصلت رقم اثنين. هذاك من اول هذاك دقيقه حتى شغل حركه من جهه ثانيه. كيف حالك؟ الان هو يعني بدعنا نوقف والان بنحاول ننقل الى مستشفى كبير. The activists say that just as in Egypt, plainclothes thugs have been hired by the government to break up the pro-democracy demonstration. لا 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 احنا خارجين بمظاهرة سلمية، مظاهرة سلمية طلابية شبابية سلمية، وهذه حاجة نوع من البداية ومستمر على هذا الأساس. بس احنا كيف أقل حاجة نعمل يعني الشباب والطلاب يكونوا على تواصل بالتواصل بينهم، كيف نعمل سياق. توكلز اورجنايزيشن ومن جورنالست وذاوت تشينز has been providing support for the revolution in the form of legal advice and media coverage. إذا أنتم ما بتنزلوش كثورة طلابية، كثورة طلابية دشنت العمل ولها لها يعني تحتفظ بشرف إشعال الثورة، إذا أنتم ما بتنزلوش الشباب ينزلوا. إحنا الحقوقيين وإحنا اللي مع الثوار واللي دشنا معكم هذه الثورة بنستمر معنا. نحن خارجين لن نتراجع. اليوم أنتم ما كنتم مش ناويين تعملوا حاجة ما صباح ولا ليل؟ نحن كنا على أساس نعد ننسق كيف الإجراءات تمشي. اتفقنا هذا بآخر اجتماع إنه ما فيش حاجة تنسيقات،
لكم ايش اللي قال هذا؟ ايش هذا الشيء الواجب؟ هذا الشيء على الخروج مهم، ما في شيء بخروج، ما في شيء مفقط الخروج. يا سعد وعدا سائرتان يوميا يخرجوا يسقطوا جرحى، مش معنى مش مقبوله منطقيا ان احنا علشان نرتب صفوفنا ان احنا in language clearly borrowed from the revolution in Egypt and Tunisia. The activists here in Sana'a are planning a large demonstration in order to shore up numbers. يعني الان الاسبوع هذا كامل يكون مظاهرات عباره الى 8 ونص انتهينا، بحيث ان احنا تعلنوا بكره انه جمعه الغضب يوم الاسماء في سبيل بتاجر الروح الى الميدان اللي بتحدد انه ايش الميدان اللي بتحدد انه هو لا بس نتناقش ايوه تناقش فيه ايوه حتى بالضبط لا هذا التعليم مش عندنا تمام جمعه الغضب نعلن عنه بس الوصل بعد ما يتفق ضروري تعلم بكره يوم الغضب اشوف كيف حجمه اذا كان مشجع عنده مريض الحاسم الحاس بيكون بصير الحاس هجوميا تحديد يوم تحديد مكان هذا كلام رهيب Ibrahim. For Tawakkul though, the only way out of this impasse is for Saleh to step down. And with the support of her family, she is determined not to give up. وبعدين أمس صحفتي الساعة 2 قبل أمس نصف القصة عندها الآن ظاهرة عندها في الليل معركة وبالليل بنروح السجن أيوه عندك مانع؟ ما تكشف أنت بتفرغ خد اسمع اسمع على عبد الله صالح بيرمك وبتفرغ للبيت وتفرغ ابن أولادي كيف يعتمدوا على شفت علي وهي تنظف حقها من الخال لا 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 أنا كثير من الناس هو المسلمين في المؤتمر الشعبي من أهل الحاكم أحدهم برلمان محمد لما يعني صح إني فخورة في ذا لكن تجلس أحيانا تخرج آخرا ليه تجلس تخلق لها عليك فتحطها أحيانا هي أذكرنا أنه يوم ما تزوجت عليها هي كلمتنا إحنا أن أو اشترطت عليها أن لا أعيقها عن ممارسة العمل العام. أنا كنت عندي استعداد وافقت يعني. أنا مرتاح لدورها وأشعر إنه كان أنا أقوم بهذا الدور. وأشعر إنها تقوم بشيء لم أتمكن كنت أتمنى إن أنا أمارسه شخصيا ولذلك أساندها يعني. كل ما ما الفكرة كذا حزين حاول أنا أخلص أنا أشوف إن الناس يدعوني كلهم على الفكرة من بدري قم دخلنا داخل قم دخلنا داخل لا محققوش أسلمش عليها أخذوني من اختطفوني بالأصح من شارع اختطفوني من جنب البيت إلى هنا مباشرة طيب في عضو نيابة كان موجود ولا في حد أو قد أنا عضو نيابة جيبني ولا قد جيبني ولا سعيد يعني أمر النيابة ما أدريش ما دقوش ما فيش حاجة. The public's reaction was immediate. They took to the streets, demanding her release, and she was freed the next day. حب الناس كان شيء عجيب يعني بمختلف أنحاء اليمن كلها مناطق. مناطق لم أكن أتوقع أن صوتي يصل إليها خرجت وتظاهرت ونادت في الساعات الأولى عاد مجرد خبر لا كانت أيام صعبة ولا تزال لا تزال بالأيام في الذروة يعني هي الآن هي في ما خص الثورة دي هي الشخص الأول يعني حتى وين لم يبدو هذا الأمر لكن هذا الأمر واضح للسلطة أنا توكل هي اللي تقود وتجمع بين خيوط وهي محل إجماع يعني إلى حد هي اللي توفق وتنسق بين معارضي الدولة وتجمع الجميع على هدف واحد وهو هدف إسقاط النظام This precaution
government forces have managed to infiltrate their ranks. Tawakkul scrambles to deal with the situation. مع الشباب لأنه الآن منظمة شباب اليمن هذه الأم اللي جالسني يلقطوا الشباب جالسوا يلقطوا الشباب يأخذوهم للسجن فشوفوا تبت نستقل على الشباب جالسين منظمة شباب اليمن The opposition says that the government has placed informants and agents everywhere within their organization. Tawakkul claims that they've even cloned their websites including her Facebook page, to try and gather information. But she remains undeterred. هذه صورة طلابية الشبابية السلمية من هذا المنطلق دشن طلاب جامعة صنعاء هنا في هذا الميدان ثورتهم يوم 16 يناير أعلنوا رغبتهم في إسقاط النظام الحاكم في رحيل الحاكم واستمروا إلى يومنا هذا هم الآن يجوبون يعني مع كثير من المكونات مع كثير من المكونات الآن في كثير مكونات شبابية أخرى من الفيسبوك شباب فبراير شباب التغيير في أحزاب في قبائل Amongst them are those who say they've been beaten and intimidated by the police. مروان الصبري أحد الشباب اللي دشنا هذه الثورة ودفع تضحياتها أكثر من مرة اعتقل أكثر من مرة كان آخر مرة اختطف من جنب منزله وتعرض لضرب مبرح أتينا هنا لتغيير هذا النظام الفاسد كي يعني نريد أن نتعلم نريد أن ننهي هذا البطل والفقر والجهل والأمية عندنا 60% من الفقر أصحاب تونس قاموا بثورة وعندهم يعني الفقر عندهم يعني نسبة 14% البطالة وعندنا 60% ولا تريدون أن نقوم بثورة ما شاء الله التربية والله فاتك الدين في السجالة ما شاء الله السجالة موجودة عندك ما شاء الله هذا حيحفظه في التاريخ نحن معاك في هذه الدورة ثاني بابا تنضم إلينا ها ثاني بابا أهلا وسهلا يقول كلهم الجيش هينضم لنا الجيش كله في حد داخل؟ ايوه هذا خيمتي بعد ثورة تونس اعطتهم هذه القوة وهذا الحافز كسرت الحاكم الاله الحاكم الصنم فكسرت هذه يعني هذا الحاجز واصبحنا يعني يعني لا يخافون لا يخاف الشباب والطلاب اخذوا يعني تدفسوا رياح الياسمين من تونس وانطلقوا مباشرة مع For the moment at least the activists think the scales of power are tipping in their favor. ثورة الشباب اليمني الثورة اليمنية الآن في آخر فصولها نحن نشهد الآن استقالات كبيرة جدا وكثيرة من شخصيات مهمة جدا في الدولة على رأي من الحزب الحاكم أعضاء في وزراء أعضاء في مؤسسات الدولة وكلاء وزارات هؤلاء كلهم الآن يستقيلوا احتجاجا على قمع المتظاهرين الآن حين الاعتصام يجمع الناس بعدين بنتحرك كلنا سواء ايوه القصر الجمهوري تجمعي نعمل كعك يعني عشان اللي يرجع مضروب من القصر الجمهوري روعين اجيهم الكعك من هو الباقي الحاج الاول حجر وتيري نلاحظ نايس الحقوقيه الاستاذ توكل كرمان الآن الناس خرجوا للشارع يهتفوا بسقوط النظام فخلاص إذن الحل نحن وصلنا إلى الحل وصلنا إلى الحل مستقبل بلدنا أفضل بكثير الآن نحن نشعر بالأمل نشعر بالكرامة ونحن نخرج إلى الشارع وعاد إحنا ما وصلناش إلى هدفنا بمجرد وصولنا إلى الهدف سترون